عايز اخش بقى على طول اتعامل مع ابني المراهق ازاي. اولا انت هتتعامل في المطلق ولا هناخد نوع نوع نتعامل هنقول معاه؟ لا، هتعامل في هنتكلم في المطلق. المطلق. ما بتكلمش بقى على المنحرف قوي طيب والانطوائي، مش بتكلم على المرضى دلوقتي، طب بتكلم انت بتتكلم على الصبيان بس ولا بتتكلم على صبيان صبيان وبنات. وبنات؟ صبيان وبنات، صبيان تمام، وبنات. عشان بس نبقى الكلام محدد. اولا الاب والام لازم يشتغلوا على انهم هم يبقوا اصحاء الاول، لان المراهقين اما ان يقبل ابوه وامه ويحاول يبقى زيهم، او يختصمهم ويختلف معاهم ويبقى عايز يعمل عكس كل حاجة هم بيقولوها، حلو ووحش. يبقى لو انا الاول اشتغلت على اني انا شخصية نبقى، المراهقين يحبوا ايه؟ المنظرة. انا ما بحبش المنظرة، ولكن انا الشخص اللي ابني ممكن يتمنظر بيه. ليه؟ ناجح في شغلي، الناس بتقول عليا كلام طيب، سمعتي طيبة، جسمي متين قوي، الواد كده يقول لك بابا عنده هيسد عضلات سد وهيسد، وواد فروت كده، والبنت مامتي شيك وست مهذبة وبتعرف تتكلم وعندها لياقة وكذا، يا سلام. يبقى انا بشتغل على نفسي الاول تمام. فبقيت مثل لابني يحتذى بيه. الحاجة التانية، بشتغل على نفسي علشان ابقى انا انسان متزن، فما يجي ابني المراهق يبتدي يناكف فيا في سن المراهقة، يبقى عندي من الثبات والقوة اللي اقدر احتمل المناكفة دي، والردود بتاعتي على ولادي تبقى ردود تربويه مش ردود انتقاميه. انت يا واد جاي زهقتني في عيشتي، تعالى بقى واروح رازعه علقه، او اكسر مقاديفه، انت فاشل وعمرك ما هتنفع. هو حقيقه الامر ان انا اللي عايز اخد العلقه وانا اللي فاشل، لاني بتعامل مع طفل او مراهق بطريقه انتقام. انا بغل منه، بتغل من ابنك، ما تربيه الاول. احنا بنتكلم على هو يا رب نفس الاول. على الاب والام. تمام يعني انا اربي تمام نفسي الاول وبعدين اعرف اربيه. طيب، ده كده لو انا هشتغل على نفسي. الحاجه التانيه، الاولاد بيستكشفوا الحياه، والعادي زي ما احنا بنمشي في طريق اول مره نمشي فيه فتلاقينا بنغلط، لو ما فيش بقى الجي بي اس بتوه والحاجات اللي انا بتوه ما بعرفش استعملها دي فبتلخبط. كذلك الولاد ماشيين في طريق الايه؟ الحياه. الطبيعي انه يخطئ، فبروح اعمل معاه ايه؟ اما اني اسنده واقف جنبه واخده معايا للطريق الصح، او اختصم واقف ضده اقول له اقف ما تمشيش، انت غلط ومش هتعرف توصل بالطريقه بتاعتك. مش هعرفك يعني، ما ياما اهل قعدوا يهدوا في عيالهم وربنا كاتب للعيال النجاح، صحيح يطلع الواد متفوق احسن من ابوه بدل المره الف، صحيح واغنى منه ومؤدب اكتر منه وعنده معارف وعلاقات طيبه اكتر منه. ان انا هد عيالي معناها ان انا بوقف النمو الطبيعي بتاعهم. اذا ما ينفعش ان انا اسمح لنفسي اني ابقى عايز افرض على ابني ان النمو بتاعه يبقى بالظبط زي ما انا عايز على مزاجي، او زي النمو بتاعي. ما ينفعش، ربنا بيخلق كل واحد، يعني دي طبعا طبعا هواية او طبعا فن. طبعا طبعا كارثة اخرى للي عندهم وربنا من عليهم بعيلين 3 4 5 10، يبقى عايزهم كلهم يطلعوا نمط واحد، فما يطلع واحد من العشرة بالنمط اللي على مزاجه يبتدي يقول للباقيين انتوا فشلة لانكم مش زي فلان، وقع العيال في بعض ده وكرههم في طلع على حياته مزاجه، طلع مثلا الدكتور او المهندس او الضابط او اي حاجه اللي على الاب على مزاجه عايزها. هو، فيبتدي يفشل الباقيين ويقول لهم انتوا ايه. طيب، الاب اللي اشتغل على نفسه والام اللي اشتغلت على نفسها في انهم هم يبقوا متزنين واقوياء، شغلتي ان انا اميز في ولادي في سن الطفوله والمراهقه ايه اللي هم مميزين فيه، وابتدي اساعدهم على اظهار الميزات دي. لان انا لو ما عملتش كده العيال هيرفصوا معايا. صحيح. عايز يعمل حاجه معينه وانا هقول له لا، او عايز يعمل حاجه معينه هيبعد عني خالص وهخسره. انا عايز ابني لما ميز هو شاطر في ايه واساعده انه يتفوق فيه، هيبقى ابني متفوق في الحاجه الفلانيه، كان في الرياضيات او في الدراسه في العلوم بيولوجي ولا الحاجه هيومن بيولوجي، ان كان في اي علم من العلوم، السوشيال ستاديز اي العيال ناحيه اللي من بتخش نواحي العلوم يعني. في الاخر كليه الاداب ويدرسوا تاريخ ويبقى اشهر واقوى تور جايد ويعمل شركه سياحه، كل واحد سالك في حاجه. صحيح. فانا بساعد الولاد على انهم يتفوقوا في اللي هم اهلين على التفوق فيه. الاب او الام اللي ما يعرفوش يميزوا الميزه بتاعت ولادهم كل على حده، يراجعوا نفسهم في ذكائهم، هم عندهم مشكله يا عيني في الذكاء، او حافظين مش فاهمين. احنا ما عادش ينفع في الزمان ده اللي بيربي مراهق انه يبقى ماشي صامت، يعني دوجماتي،
يعني حاجه واحده وخلاص. لازم يبقى عنده فلكسبل مرونه وليونه على الفهم والاستيعاب. طيب نحاول بقى مع المراهقين نتجنب الاوامر والنواهي. امال بعمل ايه؟ بعمل حوار، اخد ابني معايا وبنتي معايا في السكه اللي انا عايزهم يروحوا لها بالحوار مش بالامر والنهي. الامر والنهي في سن المراهقه خطر كبير قوي قوي. امر وانهي بدرجه في الحاجات الكبيره قوي. بس الولاد مش هيستجيبوا من قلبهم للاوامر والنواهي الا لو انا عندي كريدت، يعني حصيله ثقه وطيب وود جايه من كتر ما اتحاورت معاهم. في رصيد من الحوار اللي قبل كده ممكن ادي امر بقى في السكه اهو كده. الحاجه الثانيه مش عيب اطلاقا، يعني بنشوفها في الابهات والامهات الاصحاء يعني والصحيحات، انه الولاد لما الاقيهم بيهتموا بحاجه انا ماليش فاهم فيها حاجه خالص اروح اقرا عنها شويه او اسال زمايلي، والاحلى من كده اسمعهم هم، فاكني بتعلم من ولادي. حضرتك بتحب، انا بقى عارف اني بحب الامثال، امثال طبعا طبعا، خدوا فالكم وكده اخدكم معايا، خدوا فالكم من عيالكم. وبمناسبه الامثال بقى بيقول لك على التربيه، عشان الناس اللي فاكره ان في ستاندرد بيتحط للتعامل مع المراهقين امشي عليه ولادي يطلعوا كويسين، ما امشيش عليه مفيش حاجه اسمها كده. كده قال لك ايه بقى؟ قال من ليك مربي، قال من ليك مربي، تربيته حلوه قوي، قال ده من عند ربي.